بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة عايز أبدأ مع حضراتكم النهاردة بخبر مهم جدا، وهو خبر إعلان اتحاد كرة القدم للحكام لمباراة غدا، مباريات غدا إن شاء الله. هبدأ بمباراة طلائع الجيش والنادي الأهلي. كابتن إبراهيم نور الدين حكما للساحة، كابتن تحسين أبو السادات وكابتن هاني عبد الفتاح اثنين مساعدين، كابتن احمد ابراهيم حكم رابع، كابتن محمود بسيوني حكما للفيديو ومساعده كابتن حسين حسني سلطان. كابتن محمود بسيوني للمره رقم عدد مباريات كثيره جدا الكابتن محمود بسيوني بيحكم للنادي الاهلي كحكما للفار. نتمنى التوفيق بكره لطاقم التحكيم، كابتن ابراهيم نور الدين حكما للساحة وكابتن محمود بسيوني، لأن زي ما قلت لحضراتكم مليون مرة قبل كده وخلال الفترة السابقة ودايما بنتكلم معاكم ومع أو بنتكلم مع بعض من لا يشجع النادي الأهلي وبنقول لهم إيه دايما؟ يا جماعة من فضلكم إحنا كل اللي عايزينه عدالة تحكيمية، بمعنى إن أنا لو ليا ضربة جزاء الحكم شافها أو حكم الفار شافها، من فضل حضرتك يا حكم الفار قول للحكم في ودانه تعالى شوف الكوره، وبعد كده الحكم لو انت مش واخد بالك منها او الحكم الساحه مش واخد باله منها حضرتك تندهله وهو يجي يشوف هيعمل ايه. لكن اتمنى ان تكون هناك عداله تحكيميه. كابتن ابراهيم نور الدين من الحكام المتميزين ومن الحكام الجيدين في كره القدم المصريه، كابتن محمود بسيوني نفس الكلام، ولكن دائما الاخطاء التحكيميه زي ما قلنا لحضراتكم امبارح خسرت النادي الاهلي. يعني الاستاذ اسامه السويسي قال 15 نقطه واحنا قلنا 10 نقاط، فبقى تقعد تحسب في الاخر لو ال 10 نقاط دول النادي الاهلي كان خدهم كانت الامور هتبقى مختلفه تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي. فعشان كده كل اللي انا اتمناه ان تكون المباريات داخل المستطيل الاخضر، اللاعبين هنا ولا هنا، النادي الاهلي هنا ولا هنا، نادي طلائع الجيش، ما عندناش اي مشكله في هذا الامر، ولكن كل اللي احنا بنرجوه تكون هناك عداله تحكيميه.